أخبار المهرية باختصار: قتلى وجرحى باشتباكات قبلية في إحدى قرى محافظة أبين. الاشتباكات اندلعت في قرية القاع بلودر إثر خلافات بين قبيلتين. تقرير حقوقي يرصد انتهاكات لميليشيا الانتقالي في أرخبيل سقطرى. منظمة سامي الحقوقية وثقت عمليات اعتقال وطرد لمعارضي الانتقالي من وظائفهم. أزمة خانقة في الوقود وانتعاش للسوق السوداء في سقطرى. المواطنون اضطروا للتنقل مشيا على الأقدام فيما تعطلت الحركة الاقتصادية في الأرخبيل. الأهلي والزمالك وجها لوجه في لقاء تاريخي مثير في نهائي أبطال إفريقيا. الزمالك تأهل بعد فوزه على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف. شركة هيونداي تكشف عن أصغر سياراتها الكهربائية على الإطلاق. السيارة صممت من مادة الخشب بمحرك تبلغ سرعته القصوى 7 كيلومترات في الساعة. إلى اللقاء باختصار آخر.